قول النعمة تجي لي دلوقتي حالا، تليفونها مشغول معرفش ليه. حاضر. بقولك ايه، ومديحة كمان خليها تيجي. هو في ايه ست امين؟ جرى ايه ام ابراهيم؟ حشرة دماغك في كل حاجة ليه؟ بلاش عطلة. استر يا رب. عمري وحشاني قوي قوي. انت مش ناوي تقفل الهباب بقى ده شوية؟ هكلمك بعدين، باي باي. يظهرك منيل عليك وعلى اللي خلفوك. انا عم الصوت. في ايه يا مام؟ في ايه ده ايه؟ ما تشرب سجاير يا بكرم؟ من امتى يا واد؟ ابوك لو عارف هيموتك. يا ماما دي سجاره لقيتها مرميه في الارض، خدتها وقلت اجربها. لقيتها مرميه؟ ده البيت ده كله محدش بيشرب المدعوقه دي. جاي تنكس نفسك وتنكسني معاك؟ من امتى يا واد؟ من امتى بتشرب الهباب ده؟ من امتى ايه بس يا ماما؟ من امتى؟ احلف لك ان دي اول مره في حياتي. وكمان كذاب، وكمان كذاب. طبعا ما انت ماشيين مع شويه صيا. شربوك ايه تاني يا واد؟ هات العلبه. ما معيش علب يا بابا. انا معيش علب. مامتي تعالي كلمهم ام ابراهيم بره. انا مش فاضيه دلوقتي. اطلعوا في الباب. ليه؟ اطلع. ليه انتوا بتقولوا ايه؟ ها بتقولوا ايه؟ ما تجيش على الحشريه انت، امشي من وشي. طب ام ابراهيم اللي عايزاكي بره دي. قولي لها تستنى. ما تديها بقى العلبه وتخلصنا. تعالي هنا بس. لو انت كنت عارفه انه بيشرب سجاير وساكته، طبعا يا اختي تلاقي الشغلوله التانيه برضه كانت عارفه ومخبيه عليا. عاملينها قنبيله يا حبيبتي، لكن على مين؟ هتربقها فوقنا فوقكم. انا مالي انا؟ انتوا هتوجعوني دماغي ليه؟ هو انا اللي كنت بشرب سجاير؟ هات العلبه يا ولد. هات بلاتي هي احسن. هات. معيش علب. دي كانت اخر سيجاره. اختي وشربت العلبه كلها كمان؟ نهارك النهارده مش هيفوت على خير. مامتي يا حبيبتي نسيتيني كنت هقول لك ايه؟ ام ابراهيم بتقول لك اطلعي لطنط امينه دلوقتي حالا. اكيد في مصيبه تانيه. انا عليا منين ولا منين يا ربي؟ عليا منين ولا منين؟ مش ناوي تطلع العلبه يا مكرم؟ بص يا مكرم والله العظيم لو نزلت ما لقيتش العلبه هنا على المكتب لاكون قايله لابوك. مش كفايه ما رضيتش يجيب لي عربيه؟ خير يا ام ابراهيم؟ خير ان شاء الله، بس انا مش فاهمه حضرتك متاذيه مني كده ليه؟ انت بتقولي ايه؟ لا ما بقولش حاجة، بس الست أمينة بعتتني عشان أنده لحضرتك أنت والست نعمة. هي نعمة طالة دي هناك؟ أيوة سبقت حضرتك. أوكي أنا مش رايحة. يبقى أحسن برضو. أنا نعمة طالة قال مش وقت المشاكل الداخلية، إحنا في مشكلة قومية، تعالي بسرعة. يعني الهانم ما جاتش إيه؟ مش طايقة تشوف وشي؟ البت دي دايما قرشة ملحتي. خلاص بقى، انت زعلك وحش، لما بتزعلي بتطولي. طب انا عمري ما سيتها بكلمه. انا يا اختي قاعده جوه شقتي كافيه خيري شري، هي بقى اللي حاطه نقرها من نقري. طب اقول لك على حاجه، كل اللي بيحصل دلوقتي هي السبب فيه. ازاي؟ من عالم هي عامله في الحاج ايه؟ اكيد منكده عليه عيشته عشان كده عايز يتجوز عليها ويجيب لها ضره. لا لا لا، انت بدات تخرفي بقى. طب ايه رايك، الحاج عمره ما جاب سيرتها بوحش؟ طب انت عارفه يا امينه ده طبعه، عمره ما بيفضفض، اللي جواه بيكتمه. طب بس اهي جت اهي، ما تجريش خناقها بقى. اقعدي اقعدي واتحكي بقى، يلا خليها تحدي على خير. طيب ازيك يا ام ابراهيم؟ الله يخليك يا ست صحيح، اتاخرت ليه؟ صباح الخير يا ابو الامين. صباح النور يا خضره. وانا ايه قاعده طيشه؟